صلاح الدين يطلع على آلية إعادة المفصولين والهاربين من شرطة المحافظة للخدمة. الهلوب يزور قضاء بلد ويؤكد أهمية إنجاح حملات اللقاح ضد مرض الإنفلونزا الموسمي. العبادي يصدر أوامر وتوجيهات بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة بعد هجوم ساحة الطيران. الصدر يشدد على دعمه القوائم العابرة للمحاصصة ويتعجب مما سار عليه العبادي. من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى نشرة إخبارية مفصلة. زار محافظ صلاح الدين الدكتور أحمد عبد الله عبد موقع إعادة المفصولين والهاربين من شرطة صلاح الدين بعد دخول عصابات داعش، واطلع على آلية إعادتهم إلى الخدمة بحضور قائد العمليات الفريق الركن جمعة ناد ومدير شرطة اللواء قندي الخليل. وأكد المحافظ أنه بناء على موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على إعادة أكثر من 3000 شرطي إلى الخدمة بعد إجراء التدقيق الأمني والإداري لهم، مبينا اهتمام إدارة المحافظة على احتضان الجميع والاستفادة من الخبرات الموجودة لخدمة العراق.